انا جغرافيا الامتحان كان حلو جدا. امتحان الكيمياء كان اسبل امتحان كيمياء. امتحان الكيمياء كان اسبل امتحان كيمياء. كيمياء عدى على تاريخ البشريه كلها والله العظيم. الكيمياء ما كانش جاي سهل لان نص الامتحان يعتبر كان جاي مباشر والنص الثاني كان جاي ما يتحلش يعتبر. اغلب الناس هتعدي يا اما بالنص يا اما ناس كتير قوي هتشيل، فمش مذاكرين معانا كويس. خد يا ابني يا فلة. ماسك فين؟ طالع شيت.